عليكم الاخوان الرياس اصدقاء الهوات. اليوم جيت خصيصا ان شاء الله بغيت نبارطاجي معاكم قاتلة الوحوش باش تنصيد سكوربيو 5 متر. اخوان كاين بعض الاصدقاء توصوني باش ناخذ ليهم القصب ديالهم، مالا نبارطاجي مع العموم وندير معاهم هذا البتي فيديو هذا باش الحمد لله اي واحد يفهم الموضوع ديال القصبة ولا حتى شي حاجه على الرسول. يعني راه ما عندي حتى شي مشكل الحمد لله، انا راني وعدتكم من الاول اي حاجه تتعلق بالبيش بالصياده غادي نبارطاجيها معكم وغادي نتعاون معكم فيها، ما كاين حتى شي مشكل عندي انا الحمد لله نهائيا. حتى شي حاجه اي استشاره تتعلق بادوات الصياده على الرسول. غير كاين اللي مسكين تيبغي يشري قصبه وما فاهمش النوعيه ديال القصب ولا الشكل ديالها، ربما تيقول راه كاينه شي كوبيه ديالها ولا شي حاجه. انا راه ما عندي حتى شي مشكل الحمد لله، ومن المحلات عندنا هنايا راه موفر عندهم هذا القصب هذا، وراه ما غادي يخسر والو. يعني ها هو القصب، ها هو الحمد لله. شي طلبيه كانوا صنعوا لي اصدقاء، يعني وفرت لهم الطلبيه، تكلمت مع السيد صاحبي ووفر الطلبيه اللي خاصهم. غير واحد المعلومه، سكوبيو الحمد لله الاخوان راه فيها واحد الماركه رقيقه، هي هذه باش نصيد انا، وكاينه واحد الماركه غليظه عليها، راه ماشي كوبيه ديالها، غير هي غليظه عليها ورخيصه شي شويه في الثمن. يعني كل داك الشيء اللي يرتاح له راه يديرو باش ما عجباتك غادي تصيد. المهم انا هاو باش نوضح لكم هذه القضيه هذه باش تكونوا فاهمينها. من ناحيه السكوبيو هذه راهي فيها عده الوان، راه فيها الازرق، الكحل، الكري، الاحمر، البرتقالي، الالوان كاملين فيها، ولكن راه في نفس الجوده وفي نفس الصح، راه كلهم من ناحيه الفيبر ديالهم، من ناحيه اللونسي هذا الفيبر ديالهم، هذا الراس ديالهم، راه كلهم تبارك الله توبولا، راه صح. يعني لاكسيو غليظه صح، اللهم بارك الحمد لله. يعني راه تبارك الله راه قاتله الوحوش بالنسبه لي انا بعدا، تبارك الله راه تحياتي الناس اللي سهروا على هذه القصبه هذه وبدعوا تبارك الله، وتحياتي من عندي انا الا بالنية ديالي. يعني انا بعدا بكل صراحة والله الى القصبة هذه الى ارتحيت فيها وصيدت فيها تبارك الله وجبرت فيها تبارك الله الصح اللي اللهم بارك تبارك الله. هذه واحد الاشكالية الاخوان، هو دابا راه دابا تيشوف بنادم الالوان تيقول لك لا هذه راه احسن من هذه، راه نفس الجودة ونفس القصبة، راه ما كاين الحمد لله حتى شي فرق، راه نفس تبارك الله الرق ونفس تبارك الله الصح، راه الرسمية اللي تتغير، اما السكوبيو السميه ديالها الرسميه راه ما تتغيرش، راه تيتغيروها الالوان ديال الاخوان غير باش تكونوا فاهمين. تبارك الله راه قصبه، راه تبارك الله اللهم بارك لك الصبر، اللهم بارك، راه انت شفتو اللهم بارك تبارك الله راه الصح، الله يعطي الصحه الناس اللي سهروا على هذا المنتوج هادو وابدعوا فيه، الله يوفقهم والله يعطيهم الصحه من عندي انا بعدا. وراه الحمد لله راه الناس كاملين اللي تيصيدوا على الكردي عندنا هنا في الجنوب راه كاملين الحمد لله تيشكروا هذه القصبه هذه، وراه الحمد لله تيصيدوا بها كاملين. وراه الاخوان راني راه الاشاره اي كوموند ديال شي قصبه، راه الحمد لله هما القصب راه كاينين، راه باقا منهم شي بركه، وراه دايرين واحد الكوموند واخا هي قليله شي شويه. المهم ها الحمد لله راه عندنا اصدقاء تيتعاونوا معنا، وراه المهم راه كاينه اللي خاصو شي حاجه، راه ما كاين حتى شي مشكل، راه القصبه تجي عندو تال عندو للدار، راه ما كاين حتى شي مشكل، تجي سليمه وبخير وعلى خير. هنا الاخوان تشدوا القصب مثلا بحال هذا، الا كان شي ارساليه شي امانه نصيفطوها شي صديق ولا شي حاجه، راه تنشد لاكان بحال هكا وتنشدو داك القادوس، القادوس ديال البناي، وتنحشوها فيه بحال هكا وتنسدو ليها بالسكوتش باش الا تهزت في الكار ولا تهزت في شي ترونسبور ولا شي حاجه ما تخاف القصبه ديالك ما يوقع لها والو، وما كاين حتى شي مشكل. المهم الاخوان انا دابا تنبارطاجي معاكم الادوات باش تنصيد، من ناحيه الخيط باش تنصيد، تنصيد اصلا بلا طريش باش نصيدو احنا الكوربين ولا الوحوش، لا طريش باش نصيد الاخوان. ها هو راه تبارك الله راهي بارطاجيتو معاكم وشحال من فيديو الحمد لله، وراه باقي شي فيديوهات ان شاء الله غادي نوريكم طريقه ديال استعمال لا طريش في الماكينه، طريقه زوينه ان شاء الله باش ما يتخبلش الا شحطي. المهم راني تنصيد بالبيركلي والسبايدر، هادو هما اللي بقيت فيهم انا تبارك الله الصح، وتيطولوا شويه في الخدمه، يعني راه تدوز بهم واحد المده ديال الصياده.
اللي خاصو شي حاجه حتى هو مرحبا به. راه تمام الحمد لله، راه بحال هنايا بحال اي مدينه في الداخره، ما كاين حتى شي مشكل. هنا هادشي راه بغينا نتساعدوا مع الناس المبتدئ، مسكين تلقى اشكاليه في القصاب والادوات ديال الصياد. هادشي علاش من ناحيه المعشوقه ديالنا حتى هي المقاتله راه غنيه على التعريف. راه الحمد لله هذه اللي تشوفوها تتصارع معنا الكوربين والقتال ديال الصياده، ها هي راه كابيرلو ادونيس 600، ها هي الحمد لله راه موفره. راه الاصدقاء ديالنا كاملين الناس ديال الجنوب كاملين تيصيدوا بها حاليا تبارك الله. راه حتى واحد الحمد لله ما لقى فيها شي مشكل، وراه مقاتله والله يعطيها الصحه. من ناحيه الاخوان كرارش، الكرارش اخوان هما هادو كاينين كرارش ديال ثلاثه، ديال ثلاث صنارات هما حتى هما راه زوينين، وكاينين ديال اربعه الصنارات. راهنا وصيت السيد حتى هو تيقادم اللي خاصو شي حاجه منهم، راه ما كاين حتى شي مشكل. من ناحيه السلل عاوتاني، ها هو السلل ديال الحوت ديال الصياده ديال الشتروه ديال ابلاغ، وراه كاين حاملات الوحوش حتى هما. راه السيد مسكين حتى هو تيصار معانا مسكين وتيقادنا منهم شي بركه، راه موفرين. من ناحيه البلوم حتى هو ها هما الصواريخ هما كاينين تبارك الله هما موجودين. هذا راه الصنع ديال الاصدقاء ديالنا حتى هما تيصنعوا هذا الشيء، تيتقام شويه رخيص. اللي خاصو شي حاجه مرحبا به. ومن ناحيه السبيب الترقيعة باش ترقعوا الكوربي، ها هي هي الحمد لله، هي راه 500 متر، راه فيها السيريات كاملين، الارقام كاملين 70 80 90 100. المهم الادوات كاملين اللي يحتاج شي واحد شي حاجه، راه ما كاين حتى شي مشكل. الدنيا هانيه، وراه الثمن الحمد لله راه ثمن مناسب بحال هنا بحال الداخل بحال اي بلاصه. المهم الهدف ديالنا حنا هو نوقفوا مع الرياص وبالخصوص المبتدئ وكل شيء صيد، والله يوفق الجميع. السلام عليكم.